تي ان 1 البارحة في إصدار ألبومهم الأول في الميوزيك هول في العاصمة بيروت. الفريق غنى الألبوم على المسرح وقدم شو راقص. الألبوم عبارة عن نسختين في اللغة العربية والإنجليزية. أجواء العمل نتابعها في هذا التقرير. ألف مبروك عملكم الجديد. شكرا جزيلا عماد، احنا نتشرف بوجودكم وسعيدين انه تشاركونا هالاحتفالية بإطلاق ألبومنا الأول. نعم. تتذكرين هاي يعني ثمرة 10 سنين احنا يعني سوا، وكان هذا حلمنا، وإن شاء الله هذا الألبوم هو فاتحة خير لنا وراح نستمر إلى الأمام إن شاء الله. يعني اليوم هو اليوم اللي أقدر أقول يو تي ان 1 ثبت حاله باللبنان وبالوطن العربي كله. هذا اليوم اللي أنا ولدت على المودة، يعني أنا هذا اللي أحسه أنه حلمي اللي بدينا به وإحنا صغار، واليوم إحنا ببيروت بوسط بيروت نطلق أول ألبوم لنا، فكيف ما أكون فرحان. خبرونا اليوم عن الاحتفالية اللي اخترتوا تكون بالميوزيك هول. شفنا أنه الميوزيك هول هو من أهم المسارح في لبنان، والستيج مساحته جيدة، وأيضا تدري يعني تحضيرات، يعني ما شاء الله صار لنا شهر ونص لنحضر. نتمنى أنه اللي يشوفون الناس اليوم شيء حلو ويرفع الراس. هي ألبومين مثل ما قال أخلد، الألبوم العربي اسمه تتذكرين، والألبوم الإنجليزي اسمه One Last Time. الألبوم العربي يتضمن 9 أغاني عربية، والألبوم الإنجليزي يتضمن 6 أغاني إنجليزية. الستايلات بين الروك بالإنجليش طبعا، وبين البوب، وأيضا يعني أغاني يعني اللاف سونجز، يعني هي فهو هذا ستايلنا تقريبا. في أغاني حب، في أغاني غزل، وفي أغاني تعبر عن ألم الحرب، ألم الفقدان إنسان حبيب إلك. أكيد هذا لأنه مثل ما قلت لك مسؤولية من عندنا، إنه إحنا عشنا هذا الظروف، لازم الإنسان البرة يفهم هذا الشيء من إنسان عاش اللحظة. قبلكم كان هناك فرق، ومن يمكن فريق واما بمصر، ولكن بعد ما صار الفريق مشهور بلش كل حدا منهم يعمل شغلات لوحده. عندك شيء تقدمه خارج الفرقة؟ لا، أنا بالنسبة لي ما أخذ وعد إنه أنا يا أما ويا إخواني الفرقة يا أما خلاص. أنا كل شيء أعمله هو داخل الفرقة. عندك شيء خارج الفرقة؟ ممكن نشوفك ممثل موديل، ما بعرف عندك هاللوك. والله أنا عندي شوية شغلات، بس يعني في بالي هي ممثل. باين شقي أنت. لا منش. أول شيء لازم أعطي حقي للفرقة، إنه وجودي مع الفرقة، وإحنا اللي أسسنا الفريق يعني كبداية، إن أنا وآرت كنا مع بعض، فمستحيل أن أترك الفرقة في وضع هم كان يعني يحتاجوني. أنا ما قلت لك تترك، بس ممكن تعمل شيء في انفرادي لحالك. ما شيء انفرادي، ولكن أكون مع قلبي مع يو تي ان 1، يعني باقي مع يو تي ان 1. احتمال. احتمال تلكون. أنت شو؟ قطعاً لا. قطعاً لا. أنا وجودي مع هذول الثلاثة. الألبوم لمين بتهدوه؟ الإهداء أول شيء إلى وطننا العراق، وطننا الحبيب، بلدنا الأم. اسم عراقي جديد ينطلق في عالم الفن وهو فريق اليو تي ان 1، أكيد رسالة فنية جديدة وسفراء لبلادهم. هم نتمنى لهم أن نضلوا متماسكين، وأن لا تتفرق الفرقة، وأن يحققوا كل أحلامهم بعملهم الجديد الانطلاق الليلي. كان معكم من الميوزيك هون عماد هواري، روت على بيروت. كانت هذه كل أخبار الليلة، وفي الختام تذكير من جديد بالعناوين. خدمة الخبر العاجل تجعلك أول من يعلم مع روتانا. مهرجان مراكش مستمر والتكريم